بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
الذين
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا قد أحاط بكل شيء.